بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الإخوة الكرام الأفاضل مشرفي السلام والصحة المهنية، مرحبا بكم في محاضرة جديدة من مادتنا إدارة الجودة الشاملة وعلاقتها بالسلامة والصحة المهنية. وما زلنا نشرح في المواصفة 9001/2015 نظام إدارة الجودة. وذكرنا يا شباب نحن من البداية أنه علاقتك أنت شنو بالجودة كمشرف سلامة وصحة مهنية؟ علاقتك علاقة وطيدة، لأنه أي عمل عشان ينجز بالشكل الصحيح لابد أنه يستوفي المتطلبات، والاستيفاء بالمتطلبات هو الجودة. نحن الآن عندما نتكلم عن الجودة لا نتكلم عنها من منظور مثلا جودة بتاعت مثلا تقديم خدمة معينة، أو جودة بمعنى أنه يكون الله المنتج شكله لامع أو لا. نتكلم عن جودة شاملة فيها الإيفاء بمتطلبات العميل، سواء كان العميل ده محتاج منا لمنتج أو محتاج منا لخدمة. نحن مثلا الآن أكاديمية بوشا تقدم لكم أنتو دبلومة السلامة والصحة المهنية، لابد من الأكاديمية أن تستوفي وتقدم العمل بالجودة المطلوبة. عدم الإيفاء بمتطلبات العميل اللي هي تم توضيح انه مثلا انتم الان طلاب بتاع دبلوم سلامه وصحه مهنيه، لابد تقدم لكم خدمه معينه عباره عن دورات معينه تتم في زمن محدد، الطالب يتخرج في وقت محدد وهكذا. ان لم تقدم هذه الاشياء بنفس الطريقه معناتها لم يتم الايفاء بالمتطلبات، وبالتالي لا توجد جوده. فنحن الان من منظور السلامه والصحه المهنيه ننظر الى مساله اداره الجوده، انه نحن في عملنا هنقنع الحاجه دي كيف. طيب في المقطع السابق كان بدينا الكلام عن عرفنا لكم عرفنا مفهوم المجال التطبيق والمرجعيه والمصطلحات والتعريفات، وقلنا من واحد الى ثلاثه دي امور عامه ما حنركز عليها لاحقا. ركزنا عملنا من سياق المنظمه دي اللي اخذت معانا وقت يعني، وبينا قلنا باختصار هي عباره عن اي المؤسسه لابد ان تعرف قدراته وإمكانياتها في تحقيق أهدافه، ولا بد أن تتعرف على العوامل الخارجية والداخلية اللي تؤثر عليها. ثم انتقلنا إلى القيادة، قلنا لا بد من المؤسسة أن يكون فيها قيادة عليا، هذه القيادة تقوم ب يعني تنفيذ أو تحويل هدف المؤسسة إلى واقع، وهذه القيادة لابد أن تتحمل مسؤوليتها وتظهر التزامها واهتمامها بسياسات المؤسسة وتحقيق الجودة وفق المطلوب وفق ما يتماشى مع أهداف المؤسسة. وذكرنا قلنا القيادة العليا بتضع سياسات الجودة وبتحدد الأدوار والمسؤوليات والصلاحيات. طيب بعد ما تم توفير هذه القيادة نحتاج الآن إلى تخطيط. يعني عندما شاهدنا في المقطع السابق المدير او القسم الكواليتي دايركتور اللي هو مدير الجوده في شركه هاير، وكان بيتكلم في المقطع كده، ممكن الان اعرض لكم صوره منه. كان عرض لنا نموذج عن طيب انا عاوز ارجع لشركه هاير. نعم، عرض نموذج انهم كيف في الشركه بيعملوا شنو عشان يتماشوا مع أهداف المؤسسة، وذكر إنهم بيسألوا نفسهم 5 أسئلة وكذا. وبالتالي ده الآن شايف الآن ده قسم ده العبارة عن المشرفين أو المتعلقين بقسم مراقبة الجودة ومراقبة الأداء، أول بأول يراقبوا الماكينة ويشوفوا الأداء كيف، شايف الآن تقارير ويتابعوا الانسبكشن أو الفحص اللي بيتم. فبالتالي الآن لابد من الشركة أن تخطط إنه كيف تحقق أهدافها دي في أرض الواقع. التخطيط ممكن ممكن يشمل مثلاً المقر المناسب للمؤسسة، الموردين للمواد الخام المناسبين للمؤسسة الملتزمين بالدقة، كيف نجيب العاملين المهرة اللي حيقوم بالأشياء دي، وكيف نعين المهندسين المعنيين بالأشياء دي، وكيف نقدم خدمة لا سيما مثلاً متابعة عمليات التشغيل والصيانة وتوفير الإزبيرات الكافية، وكيف تصل لجميع عملائنا في القارات المختلفة وهكذا. دي كلها عبارة عن تخطيط، لابد نخطط كيف العمل ده
هيؤدي الثمرة المطلوبة منه وهينجز الغاية المطلوبة منه، ونستطيع انه نفي بمتطلبات العميل حتى نكون من يساعد في دوامة ديمومة واستمرار المؤسسة. فبالتالي التخطيط يا شباب مسألة مهمة جدا، ومن هنا يتضح لنا انه التخطيط قال على المؤسسة ان تخطط لنظام إدارة الجودة عندها، وهذا التخطيط لابد ان يشمل في داخله الأهداف اللي عاوزين ننجزها والمخاطر الممكن تواجهنا وتعيقنا في انه ننجز أهدافنا والفرص الإيجابية اللي يمكن استغلالها، ودي بتساعدنا بشكل أكبر في تحقيق أهدافنا. يبقى التخطيط باختصار هو عملية إخضاع أهداف أو عملية تحويل أهداف المؤسسة إلى أرض الواقع مع مراعاة المخاطر الممكن تعيق عملنا والأشياء الإيجابية الممكن تساعدنا في إنجاز عملنا. على سبيل المثال، أنا خططت لعمل معين، إنه عاوز مثلا شركة إنشاءات عاوزة تنشئ مشروع معين زمنه سنة، خلاص ميزانية المطروحة له مثلا عبارة عن 300 500 ألف ريال، أوكي تمام، محتاجين لكذا عامل، محتاجين لكذا معدة، محتاجين لكذا رافعة شوكية، وخلاص حددنا العمل، محتاجين لكذا كرين، أوكي. طيب في مخاطر ممكن تواجه العمل ده تعيق من إننا ننجز المشروع ده خلال السنة، ولا نتجاوز لا تتجاوز ميزانيتنا 500 ألف. المخاطر ممكن تكون أخطاء في العمل، حوادث في العمل، مشاكل أدت إلى فقدان المعدات نفسها، فقدان لكفاءتها لأنه لم تتم الصيانة خلال العام بالشكل الصحيح، أو لم يتم تغيير الزيوت في المحركات بالشكل الصحيح، وبالتالي بعد شهر حصل عطب أو خط أو خلل في بعض الأجهزة المستعملة في عملية الإنشاء. فدي تعتبر مخاطر لابد من دراستها بالشكل الصحيح. مثلا أحيانا أثناء العمل ممكن تحصل زيارة ميدانية من قبل مكتب العمل أو من قبل الجهة المعنية بالسلامة والصحة المهنية، فإذا تمت زيارة ميدانية ووجدت إن الشركة مخالفة لأنظمة العمل، ده يؤدي إلى إيقاف الشركة عن العمل وتقديم المسؤولين لمحاكمة وفرض غرامات على الشركة. فدي كلها مخاطر تعيق من تنفيذ العمل بالشكل الصحيح. يبقى لابد ان احنا نخطط بشكل ايجابي بحيث انه ننجز عملنا وفق الاهداف وفق الامكانيات والوفاء بمتطلبات العميل في وقتها وبالجودة المطلوبة. من جانب اخر كذلك، على القيادة العليا وهي بتخطط تلمس الفرص الايجابية الممكن تساهم ايجابا في رفع الانتاج وانجاز المشروع حتى قبل الزمن المحدد وبتكلفة أقل من التكلفة وضعناها، دي تسمى فرص يتم استغلالها بشكل إيجابي. مثلا كل ما اجتهدنا في توظيف عاملين ماهرين، كل ما قل الخطر إعادة يعني مثلا إعادة العمل مرة أخرى، لأن العامل الماهر ينجز العمل في الغالب بشكل صحيح من أول مرة، وبالتالي زدنا فرص إنجاز المشروع في وقته أو قبل وقته، وخرجنا من خطر انه قد نتاخر عن تسليم المشروع في زمنه وبالتالي قد نتعرض الى غرامات واشياء اخرى. فالفرص هي بشكل عام الاشياء الايجابيه الممكن تساعد المؤسسه في انجاز عملها وفق المطلوب بالجوده المطلوبه. والمخاطر هي الاشياء السلبيه اللي ممكن تعيق المؤسسه على انها تنجز عملها بالشكل المطلوب وفق الجوده المطلوبه. ده الان ما يتعلق بالتخطيط اللي هي وضع خطط لإنجاز أهداف المؤسسة مع مراعاة المخاطر والفرص. ده تعريف التخطيط بشكل مختصر. ناس المواصفة نصحونا بثلاثة خطوات نحطها في الاعتبار حتى نخطط بشكل جيد للعمل. الخطوة الأولى قال لابد من مراعاة الإجراءات اللازمة للتعامل مع الأخطار المحتملة. يبقى أنت عندما تضع خطة، مثلا لو أخذنا إدارة السلامة والصحة المهنية، هذه الإدارة عاوزة تضع خطة حتى تنجز عملها بالشكل الصحيح. لابد إنها تعمل مسح ميداني أو تقييم للمخاطر اللي ممكن
يواجهها العمل أو العاملين. ثم لا بد من تحديد أهداف الجودة وخطط التحقق من إنه إحنا أنجزنا الأهداف. يعني مثلا أنت الآن كمشرف سلام وصحة مهنية شغال في مشروع، المشروع ده فيه أعمال تحتاج إلى سجالات اللي هي سكافولد، فلا بد أنت تراقب أن الإسكافولد اللي تم رفعه يتماشى مع أهدافك أنت في السلام والصحة المهنية، وتم إحكامه بجودة تتناسب مع أهداف مع المخاطر اللي ممكن يواجهها العامل، بالإضافة لأنه الهدف هو تجنب العاملين لمخاطر السقوط من مكان عالي. فأنت الآن بمعنى أو بآخر حققت أهداف الجودة في الحفاظ على صحة وسلامة العاملين، وبالتالي حيتم إنجاز العمل من غير أي مشاكل أو أي معوقات تذكر، وده حيصب في أهداف إن المؤسسة تفي بإنجاز العمل في الزمن المحدد من جانب، ومن جانب آخر وده الجانب المهم الحفاظ على سلامة وصحة العميل، لأنه هنحتاج لهم في مشاريع أخرى، وبالتالي المؤسسة هتحافظ على سمعتها وغيرها من الأشياء. كذلك لا بد من مواكبة التغييرات الممكن تحصل أحيانا في بيئة العمل. أنت مثلا تحتاج تنفذ مشروع بخطوات معينة، يحصل تغيير أو ظروف ما، مثلا زي الكورونا مثلا، كانت جائحة ظهرت بشكل غير متوقع، عطلت كثير من المشاريع، يعني الدولة ألزمت الجهات بتخفيض عدد العاملين، وبالتالي ده هيقلل عندك فرص إكمال المشروع في وقته، فده متغير لا بد تتعامل معه بالشيء الصحيح. طيب مثلا أنت الآن سمعت جاك تقرير أو جاك قرار من مكتب العمل يقول لك إنه في فصل الصيف من يوم 15 شهر 6 إلى 15 شهر 9 يمنع منعا باتا عمل العاملين تحت أشعة الشمس المباشرة من الساعة 12 مثلا إلى الساعة 3 ظهرا أو عصرا. هنا أنت لابد من إعادة تغيير أو تخطيط زمن الدوام عندك، لأنه الآن أصبحت عندك 3 ساعات لا يمكن للعامل أنه يعمل فيها تحت أشعة الشمس المباشرة، فلا بد أن تواكب التغييرات وتعدل في زمن الدوام. وكثير من الشركات في الوقت ده بتحول دوامها إلى مسائي، يعني في الصباح يبدو الصباح الباكر، إذا كان مثلا بيبدو من 8 في المعتاد يبدو من 5 أحيانا إلى الساعة 12 يتوقف العمل، ثم يبدأ بعد ذلك من الساعة 3 إلى لحد ما ينجز الدوام المطلوب خلال اليوم، لأنه عنده في النهاية التارجت أو مشروع عاوز ينجزه. يبقى خلاصة الأمر متعلق بالتخطيط إنه إن الشركة أو المؤسسة تراعي أهدافها، أو الإدارة العليا تراعي أهداف المؤسسة وتخطط لها بالشكل الصحيح، مع مراعاة المخاطر الممكن تواجه العمل واستغلال الفرص الإيجابية الممكن تساعد في إنجاز العمل وفق الزمن المحدد ووفق التكلفة المحددة ووفق المتطلبات المحددة. الآن شباب في سؤال أو استفسار متعلق بالجزئية دي؟ طيب ننتقل إلى المساندة. المساندة يا شباب أحيانا تسمى الدعم. الخطة اللي عملناها دي لابد من ناس تشتغلها، لابد من موارد بشرية، لابد من معدات، لابد من آليات. فلو رجعنا لشركة هايب مثلا قبل شوية، طرحوا وفروا معدات، وفروا مقرات، جابوا أدوات، عينوا موظفين، وجابوا فرق إنتاج وغيره. وبالتالي المساندة أو الدعم ببساطة هو إنه المؤسسة توفر الموارد الضرورية واللازمة حتى تستطيع تنفذ ما عليها من عمل، ولا شك ده يساعد في تحسين نظام إدارة الجودة. والمساندة أو الدعم أو الموارد اللازمة على سبيل المثال اللي هو البنية التحتية، لابد من توفير مكان للعمل وبيئة عمل والأدوات الضرورية والموارد الضرورية، لابد من تعيين كذلك الموارد البشرية وغيرها من الأشياء. كذلك الكفاءات، لابد من اختيار العاملين بخبرات ضرورية محددة عشان ينجزوا ما عليهم من عمل، وإلا حتى لو كانت عندك البنية التحتية والمعدات والآلات بأفضل ما يكون، لكن ما عندك العامل أو الموظف المؤهل اللي هينجز العمل وفق المواصفات.
كذلك لا بد من التدريب المستمر، تدريب العاملين وتنوير العاملين، لأن التدريب يرفع من روح المعنوية للعاملين، ويساعد على اكتساب العامل خبرة إيجابية. نحتاج كذلك إلى اجتماعات، إلى تواصل بين العاملين، سواء كان من خلال الاجتماعات اليومية أو من خلال الإيميل اللي هو الإيميل الرسائل البريد الإلكتروني، أو من خلال حتى التواصل أو مثلا برامج الواتساب وغيرها. تجد أن الآن مثلا تجد يكاد يكون كل الشركات إلا ما ندر تضع، يعني تضع جروبات للعاملين، مثلا المشروع الفلاني يوضع له جروب، يقول الجروب ده خاص بالمشروع الفلاني، ويتم تنوير العاملين في الجروب بأنه نحن عملنا كذا، استلمنا كذا إلى آخره. فدي مسائل من الأهمية بمكان يجب أننا نراعيها. طيب عندنا كذلك التدريب ذكرناه، الوثائق والتوثيقات. يا شباب، إنه أي عمل بيتم يحتاج إلى تقارير، والتقارير دي لابد ترفع وتتابع، وبالتالي التقارير تمثل وثائق يتم الرجوع إليها لمراقبة العمل ومتابعة العمل. فدي أمور نحتاج لها في العمل حتى ننجز العمل بشكل صحيح. يعني إذا جبت عاملين مهرة وعندهم كل الإمكانيات، ولكن ما تم تدريبهم بالشكل آسف ما تم توفير الموارد الضرورية، لا ما هيستطيعوا يعملوا بالشكل الصحيح. وإذا وفرت كل الموارد الضرورية ولكن لم توفر على العامل الماهر الجيد الكفؤ، لا تستطيع إنجاز العمل. وإذا وفرت العامل الماهر الجيد الكفؤ والموارد الضرورية لكن ما كان في تواصل، هيحصل خلل، ده هيعمل شيء خلاف ما هو مطلوب، لأنه ما في توضيح للمتطلبات، ما في، إذا حصل أي تعديل ما بتعمل أبديت وتعمل تحديث لما تم التعديل ثم ترسله للجهة المعنية. إذا لم يتم هذا الأمر يا شباب، أنت الآن هتدخل نفسك في مشاكل أخرى. لذلك لا من أهم المكان الالتزام أو توفير على الأقل اللي هي الضروريات اللي تكلمنا عنها الآن من موارد وكفاءات وتدريب وإلى آخره. يبقى المساندة لا بد منها في بيئة العمل لمواكبة ما هو ضروري. التشغيل وما أدراك ما التشغيل، هي العملية اللي من خلالها يتم ترجمة الخطة إلى أرض الواقع، ويبدأ العاملين في العمل، ويبدأ المراقبين في المراقبة، ويبدأ المصنعين في التصنيع، ويبدأ المشرفين في متابعة عمل الإشراف، وهكذا نأتي بالمواد الخام. مثلا إذا كان شركة تقوم بتصنيع منتجات، التشغيل هي عملية يعني جلب المواد الخام إلى الماكينات، وتصنيع المواد تحويل المواد الخام إلى منتجات، ثم هذا بسموه التشغيل. إذا أنت الآن مثلا مشرف سلامة وصحة مهنية، خلاص أول ما بدأ الدوام بدأ العمل، أنت هتبدأ عملك كمراقب وتتابع العمليات، ويبدأ الموظفين في وهكذا. يبقى التشغيل باختصار هو تنفيذ ما تم تخطيطه فيما سبق وفق الضوابط ووفق المساندة والدعم، ننفذه في هذا الواقع فقط، ده التشغيل. لكن هي دي العملية اللي بيتم فيها صراحة التقارير والمراقبة والمتابعة والدقة، دي كلها بتكون أثناء التشغيل. الخطة ممكن تكون جميلة واضحة، لكن ما لم يتم اتباعها أثناء التشغيل يحصل خلل، وتحصل مخاطر تعيق تنفيذ العمل بالشكل الصحيح، قد تضر بسلامة وصحة العاملين، وقد تضر بالممتلكات والمعدات وغيرها من الأشياء. وبالتالي التشغيل هو إنه يتم تنفيذ الخطط في أرض الواقع، وضبط العمليات الضرورية. كلمة ضبط تحتاج إلى مراقبة ومتابعة حتى يكون المنتج أو الخدمة اللي هتقدمها المؤسسة تتوافق مع متطلبات العميل. ناس المواصفة نصحونا بثلاثة أشياء ناخدها في الاعتبار: إنه نخطط بشكل جيد، ونضبط العمليات، لأنه أثناء التشغيل يتم اتباع الخطة. أنت عندما تأتي بتنفيذ الخطة، آسف، الآن العملية التشغيلية بتقول يا جماعة وين الخطة بتاعتنا؟ خلاص احنا هنبدأ بالخطة، نبدأ من نقطة ألف ثم النقطة باء ثم النقطة جيم، والعمل يتم كذا، والمواصفات كذا، الحاجة دي ارتفاعها كذا، وهكذا. كذلك أثناء التشغيل تحتاج إلى دراسة الاحتياجات الضرورية. أنت مثلا عاوز شركة تصنع منتجات معينة، تحتاج تفهم إنه المواد الخام الضرورية ومواصفاتها والموردين لها. أنت إذا كان شركة شغالة بتوفير معدات سلام وصحة مهنية وأنت شغال فيها، لابد إنك تعرف إنه السوق الآن السعودي مثلا طبيعة المواصفات في شركات معينة، أو مثلا بسماش اللي هي
المواصفات والمقاييس، هيئة المواصفات والمقاييس مثلا في السعودية واضعة شروط معينة لأنواع السيفتي شوز، لضوابط الهلمت، الجاكيت، الجلوفز، الأشياء دي كلها احنا بنستعملها في بيئة العمل. فأنت لابد تعرف المتطلبات شنو الضوابط، وتحرص على انك انت عندما تستورد تتعامل مع شركة أجنبية تورد لك وسائل المعدات الشخصية، تكون الشركة دي ملتزمة بما هو مطلوب عندك في الداخل، وإلا سيتم رفض منتجاتك والسحب من الأسواق وتعاقب عليها، وهكذا وغيرها من الأشياء. لا بد تعرف العملاء بتاعك هم منه، طبيعة الناس بيتعاملوا معاك أنت، هل هتوفر معدات فقط للناس، معدات سلامة تتعلق فقط بالإنشاءات، ولا كذلك بالناس اللي بتعمل في مجال الغاز الأويل أند جاس، ولا كذلك في مجال الناس اللي بتعمل في شركات المعدات الكيمياء أو العمليات الكيميائية وهكذا. وبالتالي في التشغيل كذلك يتم عمليا التخطيط والتنفيذ العمليات بشكل واقعي على أرض الواقع. يبقى يا شباب الآن لو قلنا التشغيل، نختصر عبارة التشغيل في كلمة إنه تنفيذ ما هو مطلوب على أرض الواقع، بمعنى آخر تنفيذ الخطط في أرض الواقع والاستفادة من المساندة من الموارد والكفاءات في أرض الواقع، وبالتالي الخروج بالمنتج المطلوب. طيب عندنا كذلك ضبط توريد الخدمات واللوازم. احنا قلنا عندما تعامل مع موردين لا بد ان الموردين يلتزموا بالضوابط اللي طلبناها منهم، والا قد يتم قلنا منع منتجاتنا في الاسواق ومعاقبتنا على مخالفتنا للضوابط الدول المحليه او غيرها. كذلك تطوير المنتجات والخدمات دي بسموها التطوير المستمر، المتابعه اللي هي تاتي من مراقبه العمل، اذا وجد اي خلل في العمل يتم معالجته وتحسين الاداء، وحتى إن لم يوجد خلل نحن بإمكاننا نحسن أدائنا من 95 إلى 97 إلى 98 إلى 100% إن قدر الله. كذلك التشغيل، أثناء التشغيل يتم التحقق من المنتج هل ما تم إنتاجه يوافق ويطابق متطلبات العميل، أو هل ما قدمناها من خدمة متطابقة أو موافقة لمتطلبات العميل. لا نحتاج إلى أنه لحد ما ننتهي من الخدمة ويتم رفضها، لا، أول بأول نراقب عملنا. كذلك بعض الشركات بتكون عندها مثلا تاريخ انتاج معين، مثلا لو بتلاحظ معانا يا شباب المصانع بتقوم بصناعه المواد الغذائيه لا سيما الالبان والاجبان وغيرها، بتجد في خط تاريخ بتاع انتاج موضح وفي تاريخ بتاع انتهاء، وده بيعكس يا شباب انه يبقى المنتج ده لازم ينزل الاسواق في يوم معين لانه عنده تاريخ انتهاء معين. تصور شركه عندها تاريخ انتهاء لمنتج معين بعد 10 أيام، وتم والمنتج ده كان موجود في المخازن ما نزل إلى الأسواق إلا وخلاص فضل له يومين ينتهي، هل في إنسان هيستلمه؟ ما أنا ممكن أستلم منك الآن حليب صلاحيته 10 أيام وفضل له خلاص يومين ينتهي. فبالتالي لابد إن الشركات تعرف بتين يطلع المنتج وبتين يصل إلى العميل، سواء كان العميل ده عبارة عن بقالات أو عبارة عن مصانع أو فنادق او غيره. ضبط المنتج او الخدمه غير المطابقه، اذا حصل اي خلل لابد من معرفه الخلل وين. عندك مثلا منتج احتالف لابد من معرفه اسباب التلف ومعرفه الخطا ومعالجه الخطا، لان المنتج التالف يعتبر غير مطابق للمتطلب. الحل معرفه الخطا ومعالجه الخطا من خلال نرجع للتخطيط، احنا خططنا صح ولا خطا، الخلل كان وين، ثم نعالجه بالشكل الصحيح. ده ما يتعلق بالتشغيل يا شباب. هل في سؤال او استفسار لحد الان في الجزئيه دي؟ واضح يا فريق. طيب التقييم الاداء اللي هو تكلمت عنه الان انا في جزئيه هنا اللي هو متابعه والتحقق من المنتج والخدمه اللي هو عباره عن تقييم الاداء. يبقى تقييم الاداء ببساطه جدا هو انه انا يكون عندي تقارير من خلالها اقدر ارصد واقيس واحلل واقيم الاداء، اقول الله بناء على التقارير دي نحن الان ماشيين صح، المنتج ماشي بالشكل الصحيح، خطتنا ننتج في اليوم الاول 50 مثلا الوحده، سواء كان مثلا او قول 100,000 مثلا صندوق او مياه معبأة مثلا. طالما نحن مشينا بالخطه الصحيحه استطعنا الان ننتج 100,000. عرفنا كيف؟ من خلال الرص والقياس. طيب انا مفترض في راس كل ربع، في راس كل ساعة أكون عرفت إنه هل الآن مثلا في الساعة الأولى كم تم الإنتاج؟ إذا في اليوم بنعمل 8 ساعات
وجدنا ان في الساعه الاولى تم انتاج 8 المتطلب، في الساعه الثانيه تم انتاج 2 على 8 من المطلوب. بالتالي اذا استمرنا على هذا الامر نستطيع انتاج كل ما هو مطلوب في اليوم. يبقى الان رصدنا وقسنا وحللنا التقارير كم بتجينا كل ساعه او كل نص ساعه، وقدرنا من خلالها نقيم ان احنا ماشيين الان بالشكل الصحيح، ونستطيع الان ننجز عملنا وفق المطلوب خلال الساعات المتاحه. يبقى قياس الاداء يحتاج الى متابعه ويحتاج الى تقييم. مثلا انت الان كمشرف سلام وصحه مهنيه عاوز تقيم عملك، انه والله يا اخي انا عملي او نحن عملنا في اداره السلام والصحه المهنيه يسير بالخطه الصحيحه وكما هو مطلوب دون اي مخاطر او دون اي مشاكل. طيب بترجع للتقارير، وجدنا انه في تقاريرنا الحمد لله ما في اصابات، وحتى الاصابات الطفيفه بنتعامل معها بحزم وبنبحث عن اسبابها، وحتى الحوادث الوشيكه بنبحث عن اسبابها ونحاول نعالجها اول باول. كده يا شباب نحن الان عمليا نتجنب المخاطر، وبالتالي ادائنا صحيح وايجابي. يبقى قيامنا بالمتابعه والقياس والتحليل والتقييم والتدقيق الداخلي، بمعنى اخر من وقت الى اخر احنا نراجع كل النظام عندنا في المؤسسه، من المدخلات الى العمليات الاجراءات اللي بتتم الى المخرجات، نتاكد ان نظامنا ده يسري وفق اهداف اداره السلام والصحه المهنيه او ككل اهداف المؤسسه. وكذلك نحتاج الى مراجعه الادارات، لانه اذا وجد خلل في نظام التدقيق الداخلي ممكن ان احنا وجدنا خلل في انه قسم الانتاج عنده اشكال، او قسم اسف في المخازن عندنا اشكال في تخزين كل المنتج اليومي. معناه يا شباب نراجع الاداره الداخليه ونعرف الاسباب، ايش معنى المخازن لا تفي بما هو بالمنتجات. طالما احنا جاتنا الان عمليه بتاعت انتاج عاجل، ده يعني انه لابد للشركه توفر من المخازن الضروريه لتخزين المتطلبات، والا احنا كيف هننتج بانتاج عالي وما عندنا مخازن؟ فدي كلها امور نستفاد منها في تقييم الاداء، او يستفاد من تقييم الاداء في معرفه مدى سير العمل، هل هو مطابق؟ هل غير مطابق؟ الخلل كان وين؟ اسباب الخلل كانت شنو؟ وبالتالي كيف نعالجه؟ دي عباره عن تقييم الاداء. اخر شيء في المواصفه هو التحسين. عندما تقيم الاداء قد تظهر لك بعض المخاطر او بعض المشاكل. مثلا كانت في ثلاث او اربع حوادث وشيكه حصلت اليوم في العمل، هي نعم لم تؤدي الى اضرار جسيمه ولم تؤدي الى اضرار لا سواء كان لا في العاملين او في الممتلكات، ولكن لا بد من تقييم الاداء ومعرفه الخلل ثم تحسين الاداء. يعني الشيء اللي ادى الى خلل ده نتجنبه نزيله، وبالتالي التحسين هو ان المنظمه او المؤسسه او المصنع او الشركه ايا كانت بتبحث عن فرص تحسين اداء بحيث انه تزداد الجوده عندها ويزداد الاتقان عندها، وكده تستوفي بالمتطلبات المحتاجه العميل. وعشان نقوم بالتحسين ده باختصار نشوف اي حالات كانت فيها عدم مطابقه او خلل، نعمل لها اجراءات تصحيحيه اول باول. وكذلك نعمل اجراءات وقائيه حتى لا نقع في الخطا مره اخرى. ونستمر بهذه العمليه بشكل دوري مما يساعدنا في تقليل وتجنب المخاطر او الاخطار. طيب يا شباب هنشاهد بعد شويه ان شاء الله عبارة عن كيس ستدي لشركة تويوتا انها كيف تطور الاداء في المنتجات القادمة، لكن عاوزكم اثناء المشاهدة كل انسان يرسل اسمه في التحضير، لانه غالبا مع نهاية المشاهدة حينتهي الوقت المتاح عندنا، وبالتالي ما حلقى الزمن عشان اعمل التحضير. فرجاء اثناء المشاهدة عندنا الان تقريبا 5 دقائق او 6 دقائق، اتمنى اثناء المشاهدة كل انسان يرسل اسمه على الحضور بتاع الشات. والآن نبدأ في المشاهدة. Toyota Motor Manufacturing France has set itself the goal of building vehicles with the highest levels of built-in quality in the B segment.
The Yaris has already established a reputation for the highest levels of quality, durability and reliability. Such quality can only be assured through its comprehensive integration into every facet of the Toyota manufacturing process. We set three internal priorities for the new Yaris launch. First, we identify the improvement points from each of the current Yaris production area. Very early in the project, we incorporated all these requirements into the development of the new vehicle structure. Secondly, through proper training, as well as review of fundamental skills, we wanted to ensure a smooth transfer of the new Yaris assembly operation to the plant member. Finally, using our continuous improvement philosophy, we looked at how to further improve building quality in our manufacturing process, based on Toyota production principles. TMMF engineers were involved in the development of the new Yaris for 3 years before the start of production, a year and a half longer than on the previous generation vehicle. All manufacturing and quality departments sent several engineers to Japan for between 6 and 18 months to study and further improve the vehicle design. This has ensured that every part has been designed for more consistent quality over the course of repeated manufacture, allowing for greater control of both fitting accuracy and build quality. Last year, I spent 8 months in the quality control division of the Toyota Takaoka plant in Japan, with responsibility for accuracy improvement and supplier preparation. This evaluation stage is key in the body development in order to properly prepare for the future production at the French plant. I work closely with suppliers on the design of tools and jigs such as Toyotomi for assist grip brackets to improve every aspect of working ergonomics for assembly members. Poorly designed parts and awkward fitting processes not only have a negative impact on vehicle build quality, but also on an assembly line member's working posture and potentially their health. TMMF feedback on the assembly process has also allowed TMC engineers to optimize both the finger pressure required to fit parts to the vehicle and the control sounds such as a click, which confirm proper fitment. During the trial assembly period, pre-production units were measured in 3D to check the geometry and dimensions of the body shell against an established datum. This process highlighted any inconsistency of body part shape or size, as well as any misalignment or gap management issues. The direct involvement of suppliers in the vehicle production preparation process was also essential to ensure the highest possible quality. Every supplier visited TMMF on a regular basis, both before and during assembly trial periods for the new Yaris. A dedicated area was set up within the body shell assembly zone for extensive discussion, design reviews and trial parts fitting, with the aim of identifying all potential problems. The expert training of assembly line members is fundamental to both maintaining and further improving the highest levels of built-in quality. Basic non-vehicle specific skills such as nut and bolt tightening and connector fit, clip fit, hole plug fit or screw fit techniques are developed in fine detail. Moreover, even experienced members undergo regular update training to reinforce these basic assembly line skills. 6 months before the start of production, all members are trained on all manufacturing processes, first offline to learn and repeat correct assembly techniques, and then online to confirm quality of workmanship. Based on the Toyota Kaizen philosophy, every quality check procedure was improved. We improved the quality control inspection process to further raise the quality level of the final vehicle. We are continuously striving to reduce any small internal defect, even those that will not be perceived by the customer. Recently, we looked at how to reduce fitting effort on the rear bumper and the combimeter cluster on the instrument panel to minimize the risk of manufacturing defects and possible assembly line delay. Acting on a customer feedback is also fundamental to the Kaizen philosophy. One example of which is the improved ease of the backdoor closing on the new Yaris. Cross-functional business reform working groups focusing on design, quality, suppliers and production were also established. Their aim is to review critical process characteristics to guarantee the built-in quality of 5 critical functions: braking, acceleration, turning, fuel leaks and potential fire starting points. This also further improves quality consciousness from team members, as well as strengthening warranty management and the critical audit process. We listen carefully to the feedback from current Yaris owners. We are confident that we will deliver vehicles with both improved perceived and built-in quality. This will surely allow us to maintain the Yaris reputation for the highest level of quality, durability and reliability in the B segment.
طيب الآن يا شباب نستطيع الآن نختم محاضرتنا من خلال ما شاهدناه، نستطيع الآن نختم المواصفة بتاعتنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لنا ولكم جميعا. كده الحمد لله احنا شاهدنا كيف شركة يارس تقوم بتحسين الأداء ومراجعة الفرص وتدريب العاملين والاستفادة من التقنية والخبرات الجديدة. شوف تم إرسال العاملين إلى اليابان لتعرف التعرف على المنتج الجديد، وكده يا شباب نستطيع الآن ننجز العمل بأفضل ما يكون. طيب نختم محاضرتنا إن شاء الله ونلتقي في المحاضرات القادمة، نسأل الله التوفيق لنا ولكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله.